من أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نقول لقي ليخرج منه من قال رأى، لأن هناك من الصحابة من العميان كعبد الله بن أم مكتوم، لكنما نقول لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، خرج منه من ارتد أو من لقيه كافرا ومات على ذلك، خرج منه من ارتد. هذا هو المعنى الجامع المانع للصحابة، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم، فخرج منه من لم يراه، من لم يلقاه فيكون تابعيا، وخرج منه من لقيه فكفر كأبي جهل وأبي لهب، وخرج منه من لقيه فآمن ثم ارتد. نعم.